سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله سماحة الشيخ أمير رستم الفيلي. حياك الله، تفضل. شلونك شيخ؟ أحببت أخذ من وقتك نصف دقيقة. آفا أغلق الخط. انكشفت نصف دقيقة دي بقى يا رامي عيسى، يعني حاول تغير، قول دقيقة إلا ربع ولا حاجة. خد نفس عميق وقام مطلع من انفه، وبعدين مش عارف ابقى اغلق الخط. خلينا نحاول طب وعد لو رد عليا خليه هو اللي يسال. وعد لو رد عليا هتصل عليه تاني. حياكم الله شيخ امير، تسمعني؟ امير رستم الفيلي. اغلق. الله المستعان. خلينا نجيبه تاني معلش اخر مره. وعد لو كده خليه هو اللي يسال. فتح واغلق، بيلعب كده بيلعب خلاص. طبعا معروف جبن علماء الاماميه الاثني عشريه. خلينا نركنه ونشوف معمم اخر، نسال الله ان يهديهم. يعني هروبهم هذا يعني افضل من الحوار ومن ثم الهروب، يعني الهروب من البدايه يعلمون انهم على باطل. اسال الله ان يهديهم يا رب.